ما نيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دفع على بلادك. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أفرحي وزغرتي يا مزغنة، ولادك مازالهم عايشين، هذه هي القصبة ديالنا، وحنا هما الجزائريين، وحني حني يا حنانة وشنانة فلي ما حنوش، نعرفوا روحنا وأصلنا وفي طبيعتنا ما نزخوش، شادين في ربي مولانا ومن غير ربي ما نركعوش، القصبة المحروسة مزغنة ولد الرجال ما ماتوش. الحاج حمود يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خاوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج حمود يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغرباء، نحيوكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمناو يكون فيه الخير للبلاد والعباد. ايوا خاوتنا ضروك خلونا نروحوا نجلدوا الذات تاعنا وننتقدوا بعض الامور اللي راهي صاريه في بلادنا. بون اصحاب المخزن مراركه تقدروا تخرجوا دوك، ماناش رايحين نهضروا عليكم المراركه، ضروك ماناش رايحين نهضروا عليكم، خلاص هذه امور داخليه بين الجزائريين، تقدروا تخرجوا ما تقدروا تخرجوا، ما تدخلوش روحكم في الصوالح. ايوا هذه بيناتنا احنا الجزائريين، احنا نهضروا ننتقدوا المسؤولين تاعنا، هما ينتقدونا نوروا لهم يورونا وهكذا رايح، هذه هي الجزائريين، انتم ما عندكم ما دخلكم في هذا الفيديو، تقدروا تخرجوا. ايوه خاوتنا دروك نروحوا ننتقدوا بعض الامور اللي راهي صاريه، والرساله الاولى اللي راح نبعثها للسيد وزير الفلاحه والسيد وزير التجاره. السيد الوزراء الوزيرين السيدين الوزيرين، راكم عارفين باللي القهوة زادت صح، وبعض الأمور راهي تزيد في السكات صح، وراكم عارفين باللي البطاطا اللي هي القوت تاع الزوالي في المرشيد دوغرو دار 8000 في المرشيد دوغرو، يعني نحكي لك المرشيد دوغرو 8000، وبعض اللي دي طايو ربي يهديهم لحقوها حتى 10000 11000 12000، يعني 120 دينار 110 و 100 دينار على كل حال. ايوا هذه الشومان تاع البطاطا. السيد الوزير تاع الفلاحه والسيد وزير التجاره، راكم عارفين هذا الشيء ولا ماكمش عارفين؟ وصلوكم التقارير ولا ما وصلوكمش؟ يعني من عند المديريات تاعكم الولائيه وكاع بحثوا لكم وقالوا لكم بلي ودي راه كاين واحد الارتفاع تاع الاسعار ولا ما قالوا لكمش؟ السيدين الوزيرين الا كان ما على بالكمش بهذا الشيء اللي راه صاري في الزوالي، هذه يسموها كارثه بيناتنا، ما بيناتنا هذه يسموها كارثه، والا كان على بالكم قولوا لنا واش درتوا، واش درتوا باش تهبطوا هذه الاسعار وباش تزبروا هذا الناس اللي راهي تلعب بالقوت تاع الجزائريين، واش درتوا؟ السيد الوزير تاع التجاره، السيد الوزير تاع الفلاحه، ما تخلوش العصابة ولا لا 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 وأصحاب الجشع أيوة وعباد الدورو يخسروا لنا العرس الانتخابي تاعنا، هاي ما تخلهمش يخسرون بهذه الممارسات، راكم عارفين الهدف وين راه واصل، راكم انتوما راكم وزارة وراكم سياسيين وتعرفوا الأمور هذه، راكم عارفين الهدف من وراء رفع الأسعار. أيوة في ذي الوقت بالذات اللي عندنا انتخابات رئاسية راكم عارفينها. السيد الوزراء ان شاء الله باذن الله الرساله تاعي وصلت، ان شاء الله باذن الله الرساله تاعي وصلت، وان شاء الله باذن الله نشوفوا واش رايحين ديروا في الميدان ورانا نتبعوه. خوتنا وخواتاتنا ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم، على بالي بلي طولنا عليكم، الله غالب مواضيع قويه وتوحشناكم، عندنا شحال ما تلاقيناش، ان شاء الله ما كونوش طولنا عليكم. هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغربة، نحييكم كاع ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحيا الجزائر. والله
الله اعلك وصفك رائع وجميل الحاج احمد.